ونتابع نشرة الأخبار. استقبل وزير دفاع الياس المر في منزله في الرابي المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جير بيدرسون، وعرض معه للتطورات على الساحة اللبنانية. أعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن كل من لا يلبي دعوة الرئيس بري ولا يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية متآمر على الوطن، فالجلسة تحتاج إلى نصاب ثلثين، وكل من لا يحضر غير معذور لأن همنا الوحيد خلاص لبنان. وأكد قبلان في حديث إلى صحيفة الرأي الكويتية ينشر غدا أنه يجب أن يحصل على اتفاق ويحضر جميع النواب على أساس وفاقي. قبلان دان بشدة جريمة اغتيال النائب أنطوان غانم، واصفا إياها بأنها عمل إجرامي بشع نال من أحد النواب العقلاء، لافتا إلى أن مبادرة الرئيس بري ستستمر ونحن ندعمها. البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير التقى في بكركي قائد الجيش العماد بشال سليمان، يرافقه مدير المخابرات العميد الركن جورج خوري، وشكر العماد سليمان للبطريرك صفير مواقفه الداعمة للجيش. ماذا أيضا في نشاط الصراحة؟ ما زال موضوع الاستحقاق الرئاسي إضافة إلى مضمون بين المطارن مدار بحث بين البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرسفير وزواره، رغم أن الوضع الأمني فرض نفسه على باقي المواضيع السياسية. وفي هذا الإطار استقبل الصفير مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الذي أوضح خلال اللقاء أن تنفيذ جريمة اغتيال النائب الشهيد أنطوان غانم تشبه الجرائم الأخرى من حيث الوسائل والتقنيات والتنفيذ. ريفي غادر الصرح البطريركي رافضا لا بأي تصريح. الوزير السابق جان عبيد، وفي إطار جولاته على الفعاليات السياسية والدينية، التقى البطريرك وغادر من دون التحدث إلى الصحفيين. الوزير السابق يوسف سلامي من جهته، وبعد لقاء الصفير، اعتبر أن اغتيال النائب غانم يندرج ضمن إطار تعميم ثقافة الفوضى في لبنان، حيث الجميع أمام مأزق لا يمكن حله إلا عبر الوفاق الوطني. أنا بعتبر أنه لبنان اليوم، أنا قلت أنه هو ساحة مفتوحة للجميع، ونحن للأسف بعد مشوارنا طويل لنوصل إلى بناء دولة ووطن وتركيز دعائم هالوطن. لبنان أكيد في عندك فئة من اللبنانيين تمتلك السلاح الثقيل والخفيف، وعندك معظم الشعب اللبناني يمتلك السلاح الخفيف، وعندك المخيمات الفلسطينية. ومن زوار بكركي الوزير السابق الياس الخازن، قنصل بريطانيا الفخري ويليام زرد أبو جودي، إضافة إلى رئيس جمعية تجار جونيا وكسروين الفتوح جاك حكيم، ثم رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، الذي شدد على ضرورة أياع المسؤولين في لبنان خطورة المرحلة ودقتها والعمل معا للوصول إلى التوافق لإخراج البلد من المأزق. مساعد الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشيل أشار إلى وجود رابط بين الاغتيالات في لبنان وتشكيل المحكمة، مؤكدا التنسيق في مسألة تعيين خلف للقاضي برامرتس. رأى رئيس الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نيكولا ميشيل أن هناك ارتباطا بين الاغتيالات في لبنان وقيام المحكمة الخاصة للبنان. أتحدث إليكم مدركا أن تشييع النائب أنطوان غانم قد أجري في وقت سابق اليوم. تشير هذه الجريمة ونتائجها المؤسفة إلى ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، فهذا الهدف يحرك جهودنا لتشكيل المحكمة الخاصة بلبنان. في أي حال، أجد رابطا بين الاغتيالات وتشكيل المحكمة، بمعنى أن تشكيل المحكمة ترمي تحديدا إلى منع المسؤولين عن الاعتداءات كهذه من الإفلات من العقاب بعد اليوم. لقد لاحظتم بأن لا مجلس الأمن الدولي ولا الأمانة العامة خضعوا إلى ضغوط الأحداث الماضية. نحن ننفذ تفويضنا كما خصنا به مجلس الأمن، ولا شك في أن المحكمة ستشكل في النهاية. نيكولا ميشيل قدم عرضا مفصلا عن مسار إنشاء المحكمة، فأشار إلى أن هناك استعدادا هولنديا لاستضافة المقر، وأن المحادثات مستمرة مع هولندا للاتفاق على كل الترتيبات. وأشار ميشيل إلى أنه في خلال 3 أيام تنتهي المهلة لتتقدم الدول التي ترغب بترشيح قضاة للمحكمة، لافتا إلى أن اختيار القضاة اللبنانيين 4 والدوليين 7 ستقوم به لجنة مؤلفة من قاضيين دوليين حاليين أو سابقين وممثل عن الأمين العام. وقال إن اختيار القضاة
سيتم قبل نهاية العام الجاري. إن الأشخاص الذين تم اختيارهم ليكونوا قضاة والمدعي العام ونائبه ورئيس هيئة الدفاع سيقومون فقط بمهامهم عندما يستدعي عمل المحكمة وجودهم. وتحدث ميشيل عن تكاليف المحكمة في خلال 3 سنوات، فقال إنها تقدر ب 120 مليون دولار، لافتا إلى أن الأمانة العامة في صدد إعداد رسالة لترسلها إلى الدول الأعضاء تتعلق بموازنة المحكمة ومساهمة الحكومة اللبنانية بهذه الموازنة. ميشيل أكد أن الأمم المتحدة ستؤمن استمرارية عمل لجنة التحقيق في حال قرر رئيس اللجنة سيرج براميرتس ترك منصبه. يعي الأمين العام أهمية تأمين تنسيق منسجم بين أعمال لجنة التحقيق وتشكيل المحكمة، بالتالي سيتم تنسيق العمليتين عن كثب، من جهة عملية اختيار مفوض ليخلف السيد براميرتس، ومن جهة أخرى عملية تعيين المدعي العام للمحكمة. هذا لا يعني بالضرورة بأن الشخص الذي سيعين مدعيا عاما سيبدأ رسميا مهامه فورا بعد تعيينه، لأن المدعي العام لا يمكنه بدء العمل إلا عندما تبدأ المحكمة بعملها. نيكولا ميشيل أكد أن مسألة الضباط الأربعة الموقوفين هي من اختصاص السلطات اللبنانية ولا علاقة للأمم المتحدة بها، لافتا إلى أن لجنة التحقيق الدولية أعطت السلطات اللبنانية كل الوقائع المتعلقة بهذه المسألة كي تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ القرار المناسب. ولفت نيكولا ميشيل أيضا إلى أن المحكمة الدولية لا سلطة لها في هذه المسألة قبل أن تبدأ عملها. حزب الوطني الأحرار اعتبر أن جريمة اغتيال النائب الشهيد أنطوان غانم تحمل بصمات مرتكبي اغتيال شهداء انتفاضة الاستقلال، وشدد على أنه لم تعد تكفي المطالبة بضم ملف الجريمة إلى التحقيق الدولي، بل يجب أن تتعداها إلى الطلب من الشرعيتين العربية والأممية اتخاذ الإجراءات العملية لضمان إمرار الاستحقاق الرئاسي ولضبط الحدود اللبنانية السورية وإلزام دمشق القبول بترسيمها وبإقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان وبتحرير كل المعتقلين اللبنانيين من سجونها. وتبنى الحزب بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون مضمون النداء الثامن للمطارنة الموارنة. وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ التقى اليوم القائم بعمل السفارة الفرنسية في لبنان بالوكالة أندري باران الذي لم يشأ بعد اللقاء الإدلاء بأي تصريح، ثم استقبل سفير مصر أحمد فؤاد البديوي الذي اكتفى بالإشارة إلى أن البحث تركز حول المؤتمر الدولي للسلام الذي يعقد في الولايات المتحدة، وذلك في إطار التنسيق بين مصر ولبنان. في الرابي التقى العماد ميشيل عون سفير اليونان بانوس غالوغيردوبولوس وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، ثم التقى عون وفدا من جمعية حركة المرأة. رئيس الحزب العمالي الديمقراطي الياس أبو رزق طالب الرئيس نبيه بري أن يتخذ قرارا سريعا وتدابير حاسمة في شأن أمن المجلس وأمن النواب، وأن يعرض معلوماته عن الشر المستطير الذي بدأ يهدد جديا الوطن والدولة والصيغة والاستقلال والسيادة. أبو رزق اعتبر أن بيانات الاستنكار لم تعد كافية للرد على عملية اغتيال مجرمة جبانة كالتي أودت بحياة النائب أنطوان غانم، قائلا أن هذه الجريمة الوطنية الكبرى يجب أن تعجل في إجراء الانتخابات الرئاسية على أساس وفاقي لا توافقي كاذب.